هاي بيقولوا إنه الحاجة أم الاختراع، بس كمان الأمات كانوا مصدر عدد كبير من الاختراعات الخاصة بالأطفال. الكاتبة الأمريكية أدلين ويتني هي صاحبة اختراع مكعبات الأبجدية أو ألفابت بلوكس يلي بيلعبوا فيها الأطفال من سنة 1882. ماريا ألين هي سبب وراء اختراع الحفاضات سنة 1887، وسنة 1951 اخترعت ماريان دونوفن الحفاضات يلي تستعمل لمرة واحدة. أغنيس أوكنمان وأن مور اخترعوا إنفنت كارير أو حملة الأطفال المعروفة بالكانجرو سنة 1962. بولا هنري هي صاحبة اختراع اللعبة يلي بيتحرك عيونها، وقبل 1935 كانت عيون الدمى ثابتة. مين قال إنه الفضل باختراع الطبقة المدرسية بيعود كمان لأم وهي أنا بريدين؟ أنا قال شوفكم بكره.